بدنا ندخل على شيء مهم كتير بالماكس، إضافات مواد تاني غير الشيء اللي نحن بنعرفه. هلا نحن الشيء اللي تعرفنا عليه بالماتيريال، دخلنا نحن على ماتيريال، دخلنا شفنا أنواع الشيدر، شفنا خرائط، وشفنا جوات الخرائط مجموعة كبيرة منهم اللي هن هدول. هلا هدول أنواع للخرائط. خلونا نقول في عنا شيء تاني بالماكس اسمه إنه الخامة نفسها تكون نوع تاني. يعني المادة اللي نحن واقفين عليها هلا إذا دققنا بالماكس بلاحظ إنه عندي هون زر شو عنوانه؟ عنوانه ستاندرد، ما هيك؟ فهون نحن عم نحكي أنا هلا واقف بنوع خامي اسمه ستاندرد. ممكن يكون عندي أنواع تانية من المواد غير ستاندرد، مثل شو؟ إذا أخذنا مجموعة أباريق شاي، رح آخذ رقم 8 أعطيها لون للخلفية. إذا كبست على زر ستاندرد هون عم يعطيني من الماتيريالز أنواع تانية، يعني بلاحظوا غير الشيء اللي نحن شايفينه من قبل. فنحن كنا كل الوقت عم نشتغل على شيء اسمه شو؟ ستاندرد ماتيريال. رح ناخذ اليوم مثلا نوع تاني اسمه انك بينت، هاي بيستعملوه للاخراج الفري هاند. اذا كسينا فيها مجسم ما اعطيناها رندر، شوفوا شلون المشهد صار عندي كانه شو؟ مرسوم رسم. فهي نوع تاني من المادي إلى خصائص كثير ممكن انتم تدخلوا تتعرفوا عليهم، ممكن غير اللون، ممكن غير سماكة الخط، هاي التفاصيل كلها موجودة هون. نحن الشيء اللي بدنا ناخده مجموعة تانية من المواد، في عنا مادة تانية اسمها مالتي سب اوبجكت. هلا رح نفهمها بالضبط شو هي المادة هاي. لما رح نضيفها أول شيء شو بلاحظ عاطيني؟ إنه بقلبها شو موجود عندي؟ شيء اسمه سب ماتيريال، يعني مواد بقلب مواد. هاي التركيبة، ولكل مادة شو إلى رقم إلى اي دي، ماشي؟ خلونا نربطها بفكرة تانية. بس إذا رحنا على البولي convert to poly وراح أعمل مجسم ما بشكل عام، رح ناخد هون ال inset extrude inset مجسم ما بشكل عام. فرح أربطها بفكرة تانية بصفحة إضافية رح نتعرف عليها بالبولي، شيء اسمه polygon ماتيريال اي ديز. اعطيني هون السيت اي دي، شيء اسمه سيت اي دي وشيء اسمه سيلكت اي دي. فانا ممكن اخذ هاي المجموعه حددتها اقول له السيت اي دي خلي لي هاي رقمها 2، تمام؟ رح اخذ المجموعه هاي اللي شايفينها هون اقول له السيت اي دي خلي لي رقمها 3، انتر. طبعا شوف الرقم تحت عم يتغير. رح رد اخذ المجموعه هاي وراح اقول له السيت اي دي مثلا 4. فهلا الماكس حفظ لي التحديد اللي انا محدده. مجرد ما اروح اقول له سيلكت اي دي 4 مثلا، شو اختار لي؟ ممكن اقول له هون 3. هاي ممكن انا استعملها للتحديد، وممكن اربطها بمفهوم ثاني اللي هو مفهوم المالتي سب اوبجكت اللي عندنا اياه هون. فانا هون ممكن هلا اخذ مادي احطها هون كوبي، عم ضيف انا مواد هون، ما عم ضيف صور، ما عم ضيف خرائط. هي عندي 3 ارقام اي دي، رح اغير لهم الوانهم هون بسرعه، هون كاني عم غير ديفيوز كلر للمادي. فهلا مجرد انا ما اكسب رايكم شو راح يصير؟ انتبهتوا شو صار معنا؟ كل لون نزل محل الاي دي. هاي كنا نستعملها قبل الايديتابل بولي، لما كنا نكون ضايفين ايديت بولي امر تعديل عادي. فانا هون اذا بدي اجي اخذ هاي المادي اكسر فيها لون الرمادي عم ينكسر كله لشو؟ لكل الجسم، ما بس للعنصر اللي انا واقف عليه. فلذلك كنا نوزع ايديات عن طريق الماتيريال اي دي. يعني بيمشي حال اصلا خالص خالص كده. بيمشي حال؟ اصلا ايه. انه ما ضروري تكون. ايه لا سطح هو بالنهايه محفظ تحديد، يعني ما اكثر من هيك. تضيفونه لا حفظ التحديد ممكن يكون كمان للايدج والله ما انا مجرب، خلينا نشوف. حد بنزل انه ترجع تحدد مثلا كذا خط تكون حديدة من قبل. ما موجود ترى، كان ضعفة هنا. هلا يمكن في شغلة تانية. ما موجود ترى، بس خليني اشوفها. بتذكر كان في شيء اسمه انه يحفظ التحديد يعطي اي دي، ما انا متذكر من وين، بس ضروري هو بفيد يعني.
شو كمان كنت لكم؟ اذا مثلا انا واقف هون على سطح اخذ هون اتش رح نعطيه كونكت. مثلا انا عم حفر هون شباك، طبعا الشباك خلينا نقول له اول شيء اطار بلور من جوا وله اطار المنيوم وبرا مثلا اطار خشب. فانا بكل بساطه اذا انا عم حفر مجموعه كبيره منهم عملنا هون انست حاطيه باي بوليجون ودخلناه على قيمه معينه تمام، نعطيه اكسترود انست اكسترود. فهي طبقه المنيوم والاطار البراني كله راح يكون خشب. فهون بكل بساطه راح اعطيه مشان نحددهم بسرعه مشان نحدد الاكساءات جرو جرو جرو، الاطار البراني خشب ما هيك، فراح اعطيه للاطار البراني 60. هلا ال 60 حفظ لي كل التحديد، فراح ارجع هون اعطيه شرينك وراح اقول له هذول شو خلي لي اياهم رقم 5، فراح يطرحهم من القديم 60. هلا مين بقي عندي؟ بس الاطار البراني. بنرد بنعطيه شرينك شرينك وبعطيه هون ست اي دي مثلا 4. فهلا هون انا مجرد ما اقول له سيلكت اي دي 6 حدد لي مين؟ بس الاطار براني، وبقدر اكسفيه بكل بساطه. حتى بالمستقبل اذا بدي اعمل يو في دبليو بعد ما كسيت، فالتحديد صعب اذا بعد ما حفر فيه، بكفي ادخل على الستة وقول له شو سيلكت اي دي. كمان هاي كثير فكره مهمه بالتصميم، ودائما وانت عم تشتغلوا المشروع، يعني نحن ببدايه مرحله الموديلينج ما لنا داخلين على الاكساء، بس ونحن عم نشتغل فورا شو بنعمل؟ بنوزع ايديات للجسم، بيوفر علينا وقت كثير. بينما هذا الاطار مثلا اذا بدي اجي احدده بعد ما انا محفر رح ياخذ مني وقت كثير. فهي الملاحظه بس اللي بدي اكون دقيقه لموضوع التعامل مع المالتي سب اوبجكت. شيء فيك تحفظهم؟ ايه بس انا انا نسيان هذا الاي دي شو؟ طيب بحدد واحد منهم وعم يعطيني هو فورا، بقول له سيلكت اي دي، حدد لي كل شيء مثله. حددت هذا سيلكت اي دي. اذا وقفت على واحد منهم بعطيك رقم. بالنسبه للمجسمات الجاهزه، نحن بنعرف في عنا ويندوز وعنا دورز، يمكن ما مرينا عليهم بسرعه. فالشبابيك الجاهزه عنا لها مجموعه كبس مع سحب، عم يعطيني هون شيء اسمه كرييشن ميثود. اول شيء ويدث وبعدين ديبث وبعدين هايت. حددت اول شيء العرض تمام، شلت الفارق، نحدد العمق نقرا، حددت الارتفاع نقرا. اكبر غلط ممكن يصير انه اول كبسه تنقر ونقر، هون بيكون حدد ويد صفر. شفتوا كيف طلع معنا الشباك؟ فاهم شيء تعرفوا انه اول كبسه مع السحب. هلا هاد الشبابيك اللي عم يعطيني اياهم الماكس الجاهزه لهم كثير بارامترات حلوه، ممكن تدخلوا تشوفون انتم بالتفصيل. ممكن حدد انا الطول والعرض من هون، في عنا الفريم شايفين الاطار عم نحدد له سماكته. بين عليكم هدول انتو ادخلوا جربوهم واحد واحد مشان تعرفوا كل قيمة شو هي. هلا في عنا ثيكنس، هاي بحدد فيها سماكة البلور، مانا كتير مهمة. بس بعدها في عنا شيء اسمه ريلز اند بانلز، بقدر اضيف تقطيعات. ممكن اقول له التقطيعات بدل ما تكون عادية بهالشكل هذا اقول له تشامفرد بروفايل. انتو بدك كيف نعمل هيك قبل، فهي تشامفر بروفايل. ممكن اقول له انا هانج بدل ما يكون شباك بهالشكل هذا بيكون شباك سحب، واحلى قيمه فيهم هي الاوبن. هاي كثير حلوه للاخراجات، اذا انا مدخل بلور يدخل معي جزء من الشمس يعطيني ظل على الارض مثلا، يكون ظله غير ظل البلور. بالمشاهد كمان كلها هيك، كمان شباك مفتوح باب مفتوح. هلا الفكره ما هون، انتوا ادخلوا عليهم شوفوا كل وحده شو هي من الشبابيك والبواب، وجربوا البارامترات تبعيتهم. الاساس الشيء اللي بدي احكي فيه هو تعامل الاي دي مع المجسمات الجاهزه. هلا عندنا غيرهم، معلش في عندنا مجموعه ثانيه اسمها فولياج بالاي سي اكستندد، اللي هي عباره عن شجر جاهز ولو انهم شوي دقتهم مانا حلوين، بس عم يعطيني شجر جاهز بالماكس، ممكن انا اخذهم واضيفهم. هلا كل شيء انا عم تعمل معه من مجسمات جاهزه، الماكس عم يعطيني امكانيه انه هو موزع له الايديات لحاله. فانا لما بدي اخذ
غير لونه بس. لما بدي اخذ هيك جسم انا ما معقول لما بدي اجي اكسي حوله لبولي واكسي كل جسم لحال، خصوصا اذا عندي برج مثلا وموزع له شبابيك لكل المجسمات اللي عنا. فبكفي انا هون وزع ايديات، لاحظوا هون شو عمل لي، فهو القالب جاهز عم يجي مع شو الايديات تبعيته متعرف عليها. علينا نحن نحفظ بس انه بالنسبه للشبابيك مثلا البلور مين اخذ عنده ان اي دي رقم 3، بينما الاطار البراني اخذه هون رقم 1 اللون الرمادي، وفي عنا الاخضر اطار الخارجي 4. بالتصميم عاده ما بندخل على كل هدول، ممكن يكفي بس اعطي البلور رقم معين اذا بدنا شيء، ويبقى الاطار عندي بلون ثاني، فبعطيهم كله نفس المادة. ممكن تكون انستانس، هذا الحكي نفسه موجود للشجرة. اذا بدي اسحب خامي من جسم في عنا pick material from object، فهاي المادة اذا انا سحبتها فورا اعطاني اياهم شو موجودين عندي هون المواد ومقسمين، عم يعطيني الترنك الجذع اللي هو اخذ هالشكل هذا، برانش عم يعطيني الوراق، فكله موجودي. هاي هي عبارة عن قوالب، انا ممكن ادخل هون مثلا على الترنك مثلا اعطيه، ما نعطيه صورة، ممكن اعطيه ديفيوز كولر بيت ما في عنا بالوود صورة جذع شجرة مثلا، بقول له ارجيني اياها. شايفين النتيجة؟ نصغرها شوي، كنا نطبق لهم كلهم بهالشكل هذا. ممكن ادخل على الورق اذا بدي نتيجة احلى، هي الليفز اعطيني هو اكساء كتير بسيط. فبالمابس ممكن اقول له ديفيوز كلر خلي لي اياه جريدينت، ما هيك هاي الجريدينت، درج لي اياها لونين الوان خضر، قلنا بننسخ لون تاني بعطيه فرق الوان، بشوف الفرق بين والله قبل كانت ورقة عادية وبين هلا صارت معي بهالشكل هذا. ممكن نجرب اذا ضفناها لنويز كمان هيك تعطيني تباين اكثر بموضوع الالوان. موضوع واسع كتير، وبقول لكم يعني انتم ضروري كبداية انكم تجربوا فيهم، بس بالمستقبل انا لما بدي اشتغل مشروع كبير ما رح اقرب لكل هالتفاصيل هاي، اعتمادنا رح يكون الاساسي على شو؟ على المكتبات. بس مثل ما قلت لكم انا اذا مدخل مكتبات جاهزه ما بخلي المكتبه تحكمني، اذا انا ماني عرفان اول شيء اشتغل بهالشكل هذا ما راح اقدر ادخل اعرف غير بالوانها غير بالتفاصيل فيها لحتى تناسب المشهد اللي عندي. تمام لهون. هاي كانت التعامل مع الايديات. في عنا مجموعه ثانيه من الماتيريالز رح نتعرف عليهم بس بعد ما ناخذ فاصل.